الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم إلهام قيطوني، رئيسة جمعية تفاؤل النسوية للتنمية والتضامن والأعمال الخيرية. معكم اليوم بساحة حديقة المقدس بشارع النخيل المقابلة لسكن ليراك. اليوم بغينا نشاركوا معنا المجتمع المدني في باش يعرف معنا شنو هو برنامج أوراش. ولكن قبل ما ندخلوا لمشاركتكم، نشكروا الشكر العالي لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله وأيده. أول من يفكر ويخرج بالبرنامج من أجل إدماج الشباب وإعادة إدماجهم في سوق الشغل، لأنه استعصى عليهم الولوج إلى الشغل منذ الجائحة إلى الآن. تحياتنا من منطقة الشرقية إلى صاحب الجلالة، نصرك الله وأيدك وأعزك الله سيدي ومولاي. وبعد ذلك الشكر الخاص والخالص للسيد والي جهة الشرق، السيد ممثل صاحب الجلالة بالجهة الشرقية، على تفعيله وتنزيله البرنامج. والشكر أيضا الموصول للسيد رئيس مجلس عمالة وجدة أنقاد، السيد الخضر حدوش، أولا في شخصه المندمج مع الشباب والمندمج مع كل فئات المجتمع المدني، وثانيا لتسريعه في إنزال هذا البرنامج من أجل استفادة هذه الفئة الهشة. والشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا البرنامج اللي هو كما قلنا أوراش. أوراش غادي نقول للمجتمع المدني شنو هو هذا أوراش. هذا أوراش هو برنامج نزلته الحكومة، كيجيو واحد الجمعيات عروض للعمل، كيجيونا ترشيحات، ومن بعد هذيك الترشيحات كنديروا انتقاء كل العدد اللي عطاتونا، يعني اللي وفرت لنا الولاية، كنجيو كنتقيو هاد الناس. هاد الناس هادو كتكلف بهم الدولة باش كتخلصهم بالسميق. الحمد لله، هذا فضل بلادي، هذا فضل الجهة الشرقية اللي كتعاني فعلا من أنها حدودية، ومن اللي تغلقت الحدود ما كيخفى على حتى شي واحد أنها تأزمت. ولكن الحمد لله بفضل هذا البرنامج، الحمد لله غادي تكون واحد إعادة الثقة وإعادة حسن النية ما بين الفئات وما بين الحكومة. شكرا للجميع، ونتمنى أن إن شاء الله هذا البرنامج ما ينقطعش ويدوم إلى مدة طويلة من أجل استفادة فئة كثيرة.